لم يكن أحد بيداعب الحلم الأمريكي يتخيل أو يتصور أنه بعد أكتر من 50 سنة تتكرر احتجاجات طلابية داخل بعض الجامعات أو كتير من جامعات أمريكا. الاحتجاجات اللي عدى عليها 50 سنة هي احتجاجات طلبة الأمريكان سنة 1968 اللي كانت ضد الحرب الفيتنامية، واللي شكلت نقطة تحول في الحركة الاجتماعية والسياسية. هو بيقولوا داخل أمريكا، لكن أنا لما كنت في باريس قالوا لي برضو في 68 الطلبة كان ليهم دور عظيم جدا، مظاهرة 68 في فرنسا. بدأت فعلا مقالات تناقش السيناريو ده وشافته من منظور يعني تانية، في منظور مختلف، شايف ان اللي بيحصل ده هو حفل تعري اندمجت فيه أمريكا من بعد 7 أكتوبر وتخلت عن مكياج الحرية والإنسانية والديمقراطية، وكشفت الإدارة الأمريكية عن أساليب أو ممارسة أساليب العالم الثالث في التشويه والكذب والعنف والحصار المالي والأمني للطلاب المتظاهرين. مشهد تاريخي الحقيقة محتاجين الوقوف عليه والنظر في تأثيره على الداخل الأمريكي. أولا، هيلعب إزاي، كيف تلعب دور في تأثيره على القضية الفلسطينية، وحاجات كتير قوي، وهل اتغيرت السياسة الأمريكية، وليه العنف ده في التعامل مع التظاهرات. معايا من أمريكا الأستاذ السيد حازم الغبرة، مستشار سابق بوزارة الخارجية الأمريكية. سيد حازم، أهلا بحضرتك. أهلا بك. ومعي أيضا الأستاذ عبد الرحمن يوسف الصحفي من واشنطن. أستاذ عبد الرحمن، أهلا بك. أهلا أستاذ محمد، وأهلا بضيف حضرتك والسادة المشاهدين. خليني أستأذن الأستاذ حازم الغبرة وأروح للأستاذ عبد الرحمن، بما أن احنا عرفناه الأخير وكمان يطلعنا على أحدث تطورات الوضع في الحرم الجامعي. أستاذ عبد الرحمن، ممكن تطلعنا على أحدث ما وصل إليه التفاعل أو التظاهرات، وكيف يتم التعامل معها الآن، أحدث شيء في ده يعني؟ هو حتى الآن أحدث شيء، يعني نحن نعلم أن ذروة المظاهرات والذي أشعل هذه الثورة في كل الجامعات بشكل متزامن في وقت واحد هو ما قامت به نعمة شفيق أو نعمة منوش رئيسة جامعة كولومبيا، حينما استدعت الأسبوع الماضي الشرطة للطلاب لفض اعتصامهم وتظاهراتهم بالقوة. ورأينا بعض الأساتذة أو يعني أحد الأكاديميين الذي ينتمون إلى الصهيونية في الجامعة يطالب بنشر الحرس الوطني، الأمر الذي أجاج مشاعر الطلبة. وبعد انتهاء الإجازة الأسبوعية الويك إند اشتعلت حمى التضامن وحمى المظاهرات في كافة الجامعات، ورأينا بعض الجامعات تستعين، لم تتعامل مباشرة مع الطلاب لكن تستعين في التأمين بقوات مكافحة الإرهاب، بعضها استعان بمجموعات مختلفة من الشرطة لأن نطاق المظاهرات اتسع، لم يعد في الساحل الشرقي فقط أو الساحل الغربي بل امتد إلى جامعات في وسط أمريكا وفي تكساس في الجنوب. تكساس معقل الجمهوريين في الجنوب الأمريكي، ثاني أكبر ولاية من حيث التمثيل في مجلس النواب. رأينا جامعات أخرى داخل نيويورك كجامعة نيويورك، استمرار الأمر في هارفارد، جامعة MIT التي دخلت على الخط ولم يعد المسألة مجرد تضامن مع فلسطين بل مطالبة بإلغاء كافة البرامج التكنولوجية، لأن MIT هو واحد من أكبر المؤسسات التعليمية التي تتعاون مع الجيش الإسرائيلي في تطوير بعض التكنولوجيا التعليمية، طالبت بإلغاء التعاقدات والبرامج التي تستخدم في تطوير تكنولوجيا لقمع الفلسطينيين وقتلهم. ثم وجدنا بعد ذلك مايك جونسون رئيس مجلس النواب وهو جمهوري يطالب نعمة شفيق، لم يشفع لها ما فعلت فطالبها بإما الاستقالة أو أن تتخذ قرارات أقوى، وهدد باستخدام الحرس الوطني، وأعطت الجامعة أمس مهلة 48 ساعة للطلاب لفض الاعتصام الخاص بهم، لكن هذا لم يمنع أن تتسع الرقعة. واليوم انضمت هنا في واشنطن دي سي جامعة جورج تاون العريقة التي بها أهم كلية تخرج الدبلوماسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، انضمت إلى المظاهرات وصاروا في مسيرة إلى جامعة جورج واشنطن هنا بجانب مقر وزارة الخارجية والبيت الأبيض، هي على مسافة قريبة وهي في نفس المنطقة التي أسكن بها، فكانت المظاهرات حاضرة وواضحة بالنسبة لي، وذهبوا إلى التظاهر في إحدى الساحات الخاصة بجامعة جورج واشنطن، وكذلك فعل جامعة جورج ميسون الموجودة في نطاق المتروبوليان إريا أو المنطقة الواسعة لواشنطن، الأمر الذي يعني أن
حتى المظاهرات الجامعية ذهبت إلى قلب واشنطن في جامعتين من أهم الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، جورج تاون وجورج واشنطن وأيضا جورج ميسون. وبالتالي النطاق للمظاهرات حتى الآن يتوسع لا يضيق. المهلة ستنتهي غدا، هناك تهديدات. المهلة دي خاصة بجامعة كولومبيا. نعم، هي جامعة خاصة بجامعة كولومبيا، لأنه هناك توضيح أريد أن أقوله. نعم، المظاهرات في صلبها هي تضامن مع الفلسطين، لكن كل جامعة لديهم مطالب مختلفة. يعني جامعة كولومبيا يطالبون بالإفراج عن زملائهم، 108 اعتقلوا. اليوم تم اعتقال في جامعة إمري في ولاية جورجيا في الجنوب الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية، تم اعتقال أستاذة جامعية أكاديمية من قبل الشرطة، لأن أعضاء هيئة التدريس انضموا في كثير من الجامعات خاصة في جامعة كولومبيا إلى هذه المظاهرات. وبالتالي التنوع في المطالب موجود. فلسطين في القلب، لكن MIT يطلبون بإلغاء البرامج التكنولوجية التعاونية التي تتمثل. وباقي الجامعات يا أستاذ عبد الرحمن، أسف المقاطعة، باقي الجامعات بتتضمن مع اللي اعتقلوا من مظاهرات أو على خلفية مظاهرات كولومبيا. ليس فقط الذي أشعل هي موجة التضامن. كان هناك مظاهرات، يعني نحن نتذكر أن رئيس جامعة هارفارد ورئيس جامعة بنسلفانيا كلاهما تعرضا لجلسة مساءلة حادة جدا في الكونغرس الأمريكي، وشبه أجبرتا على الاستقالة لأنهما لم يشأ أن يفعل ما فعلته نعمة شفيق، وكان في البداية مؤيدون لفكرة حق التظاهر للطلاب، ووجدوا أنه لا يوجد أي نوع من أنواع التهديد لهكذا. طيب، لأي فئة بيهتم هذه المظاهرات. وبالتالي المظاهرات في قلبها فلسطين، وهناك مظاهرات في كل الجامعات، لكن فكرة الاعتصام وفكرة خروج أعضاء هيئة التدريس وفكرة الكثافة الكبيرة هي كانت نتيجة تصرف نعمة شفيق. وبالتالي المسألة أصبحت فلسطين، وأصبحت أوسع من فلسطين فيما يتعلق بالحريات الأكاديمية التي يحاول الجمهوريون والإدارة الأمريكية تقويدها من خلال استدعاء الأمن وقمع حريات الأكاديمية. طيب، بس عشان أكمل معلومة حضرتك، الأستاذة اللي اعتقلت هي رئيس قسم الفلسفة بجامعة إيموري، في مشاركتها زي ما هنشوف على الشاشة دلوقتي اعتقلت أستاذة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري واعتقلت بهذا الشكل. يعني أنت بتتكلم على قائد رأي، بروفيسور محترم يعني. صحيح. طيب، أروح للأستاذ حازم الغابر. أستاذ حازم، خليني أبدأ معك بداية مختلفة شوية. هل في علاقة بين حضرتك والأستاذ شفيق الغابرة؟ علاقة بعيدة جدا، قرابة بعيدة. رحم الله الدكتور شفيق، صديق أكثر ما قريب، توفي من فترة. أنا كان كان ضيفي في أكثر من حلقة البروفيسور شفيق الغابرة، وأكن له كل احترام الله يرحمه. خليني أبدأ معك بمقال شفته النهاردة في نيوزويك، نيويورك تايمز، بيتكلم عن عادة شبح الحركة المناهضة للحرب في فيتنام 68، وبيربط كاتب المقال تحركات الطلاب في رفض حركة حرب فيتنام، بيربطها بما يحدث في الجامعات الأمريكية الآن. إلى هو المقال قدامنا هو، واللي كاتبه واحد اسمه تشارلز إم تقريبا، هو قدامي دلوقتي تشارلز إم، كاتب عمود رأي، والراجل بدنا إطلالة على مظاهرات 68. إلى أي مدى يمكن أن نقبل هذا الربط أستاذ حازم؟ سيد الكريم، شكرا على الاستضافة. طبعا يعني هذا المقال هدفه أكثر إثارة المشاعر من أنه مبني على حقيقة وواقع. بساحات الجامعات هي دوما تشهد احتجاجات، حركات احتجاجية، مظاهرات، يعني أقربها إلى الذهن حركة Black Lives Matter أو المناصرة لحقوق الأمريكان من أصول أفريقية. وكان هناك الكثير من الحراك داخل الجامعات مع أنها كانت فترة أزمة كورونا، فلا يمكننا يعني انتقاء محطات تاريخية وربط يعني أحداث ببعضها دون المرور بالأحداث الأخرى. لكن يعني لنتكلم، وأعتقد أن المشاهد من حقه أن يعرف يعني ماذا يحصل ولماذا يحصل. في الولايات المتحدة هناك حريات كبيرة وواسعة، لكن لا يوجد في العالم أو في الولايات المتحدة حرية مطلقة. هذه الحريات دائما هي ضمن القانون، لا يمكن لأحد باسم الحرية أن يخرق القانون من جهة. من جهة أخرى، حرية الشخص تنتهي عند حرية الآخر.
يعني لا يمكن أن أكون أقول أنا حريتي يعني تعتدي على حرية شخص آخر ومصالح شخص آخر. هؤلاء المتظاهرون خصوصا في كولومبيا، يعني نركز على كولومبيا لأن تشهد أكثر يعني فعاليات، أكثر درجة من الفعاليات، تم أغلاق منافذ الجامعة، تم يعني ما يعتقد البعض تم تهديد أمن بعض الطلاب مهما كان يعني درجة هذه التهديد، لكن بعض الطلاب حسوا أن أمنهم هدد. ولا نتحدث عن طلاب من أصل يهودي أو إسرائيلي، نتكلم عن طلاب من شتى أنحاء العالم. ونذكر أن جامعة كولومبيا ليست جامعة تابعة للحكومة أو الدولة، هي جامعة خاصة، وبعض الطلاب يدفع يعني مئات آلاف الدولارات للحصول على هذا التعليم من هذه الجامعة. أتت هذه المظاهرات وانتشرت لدرجة عطلت العملية التعليمية، أصبحت خطر أو تشكل تهديد على الأمن العام والسلامة العامة، وكان القرار بإيقاف هذه المظاهرات والطلب من المتظاهرين أن يعيدوا التموضع على الأقل، ليس أن يذهب الجميع إلى بيوتهم، لكن أن لا يقوموا بأعمال قد تثير يعني القلاقل أو تعطل العملية الدراسية أو تقلق الطلاب الآخرين. كان هناك رفض ويعني تضخم هذا التجمع لدرجة قالت الجامعة لا نستطيع السيطرة على هذا الوضع، وطلبت تدخل الشرطة، لأن طبعا كما قلنا هذه الجامعة هي ملك خاص، وفي تلك المرحلة كان هناك اعتداء على أملاك خاصة، والشرطة حسب اللوائح الأنظمة الأمريكية لها الحق في التدخل هنا. هذه من جهة، هذه الجهة القانونية وما حدث. الجهة الأخطر والأسوأ والذي يجب أن تهم المشاهد أكثر، أن هذه التظاهرات والمظاهر التي نراها في كولومبيا وجامعات أخرى تضر بالقضية الفلسطينية ولا تفيدها. يعني في نهاية المطاف عندما يخرج طلاب، طب خلينا أستاذ حازم، خلينا نأجل النقطة دي لحد ما أتبين، لأن أنا مش في أمريكا، أتبين كلام حضرتك هل هو صدق ولا لا. حضرتك بتتهم هذه المظاهرات بأنها أضرت بالملكية، وأنها عطلت العملية التعليمية، وأنها أضرت بالقضية الفلسطينية. أنا مش في أمريكا، لكن أنا بطلع على وسائل الإعلام الأمريكية، وأول مرة أسمع كلامك ده، ولم أسمعه إلا من أصدقاء إسرائيل. فخليني أروح للأستاذ عبد الرحمن، هل صحيح ما ذكره الأستاذ حازم الغبر أستاذ عبد الرحمن؟ الصراحة لا أعرف من أين مصادره. يعني نعمة شفيق اليوم اعتذرت ورأت أن خطوة استعادة الشرطة كانت خطوة خاطئة، فما لا أعرف يعني من أين أتى الأستاذ حازم بمصادره. هو يرتجل كلاما مرسلا لا يوجد دليل عليه، لا يوجد تعطيل. أولا أنا عملت في إحدى الجامعات الأمريكية هنا سابقا في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن هناك أي اعتداء، والحجة لكن هو بيقول عطلت العملية التعليمية. لا، لم تعطل أي عملية تعليمية، بالعكس. يعني هو يقول بعض الأشخاص أو بعض الطلاب شعروا بالتهديد. كيف شعروا بالتهديد؟ يمكن أن تسير بجانبي وأتهمك أنك أشعرتني بالتهديد. لا يوجد أي شيء مادي ملموس. النعمة الشفيق استندت إلى فكرة أنهم بنوا منشآت على أرض الجامعة، لم يكن هناك منشآت، كانت بعض الخيام الخاصة، ليست الخيام الكبيرة، خيام الهايكنج البسيطة، والاعتصامات مكفولة، يعني حق الاعتصام مكفول، وهم طلاب في الجامعة ليسوا من خارجها. وكثيرا في الكامبس الخاص بالجامعات أو الحرم الجامعي حينما يكون مفتوحا مثل كولومبيا أو الجامعة الأمريكية في واشنطن دي سي أو جامعة جورج تاون، تلك التي تتسم ب مساحات كبيرة للجلوس، يكون هناك العديد من الأنشطة التي يكون فيها خيام، ليس بالضرورة اعتصام. وبالتالي الطلاب لم يعطوا العمليات التعليمية، لم يهددوا أمن أي شخص، لم يصب أي شخص بأي نوع من أنواع الأذى. نعمة الشفيقة اعتذرت عن تلك الخطوة التي اتخذتها، وبالتالي لا يوجد أي نوع من أنواع الفعل الحقيقي الجوهري. حتى الهتافات، لا يوجد أي هتافات عن ضد اليهود، بالعكس حركة يهود من أجل السلام مشاركة تقريبا في كافة المظاهرات، وتحديدا في نيويورك
حيث يوجد جامعة نيويورك وحيث توجد جامعة كولومبيا، وهي فيها أكبر نسبة يهود موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وربما في العالم في مدينة واحدة هي مدينة نيويورك. وبالتالي وقيل هذا في أكثر من لقاء تلفزيوني على قنوات كبرى، أنا يهودي وأشارك، لو إذا كان هناك يتفدد اليهودية لم أكن لا أشترك، يعني هذا ليس منطقي، لن أشترك كمسلم في أي مظاهرة تهتف ضدي كمسلم. وبالتالي الأستاذ حازم يعني يرتجل كلاما، هو كلام مرسل ليس عليه دليل، أي شخص جالس على مكتب يستطيع أن يقول ويرتجل، أو يستمع إلى قناة فوكس نيوز اليمينية الجمهورية ويردد تلك. طيب عشان بس عشان برضه نبقى مع المنطق، يعني أستاذ حازم في لقاء أمام مايك جونسون على سي إن إن تلت عليه المذيعة رسالة من طالب دكتوراه يهودي في جامعة كولومبيا وقال له بالحرف: الخطر لا يأتيني من تلك الخيام المنصوبة في جامعة كولومبيا، ولكن يأتيني من دعم حكومتنا لإسرائيل بالسلاح الذي يقتل الآلاف من الفلسطينيين. ده بس، ما تعليقك على ده؟ وده طالب يهودي. هذا رأي شخصي، في نهاية المطاف لا يمكن كل شخص أن يأتي برأيه الشخصي ويفرضه على الآخرين. يعني لا استطيع التعليق كثيرا على ما قاله ضيفك، يعني ضيفك من واشنطن للاسف لم اتعرف عليه قبل اليوم، لكن يعتقد ان اداره الجامعه في كولومبيا مخطئه، والشرطه مخطئه، والحكومه الفدراليه مخطئه، والكونغرس مخطئ، وهو على الصواب، وهو يعرف كل شيء يحصل في كولومبيا. يعني الموضوع عندما تتدخل الشرطه ويكون هناك قرار صعب جدا بالنسبه للنظام القضائي والنظام الامني الامريكي بفض مظاهره، الموضوع ليس هيا نذهب ونفض مظاهرة، نحن لسنا دولة عربية. طيب ننتقل من هذه النقطة، عشان نقطة هامة لم أستطيع التحدث عنها، لكن أقول كيف يضر ذلك بالقضية الفلسطينية، فلسطين هذه مشكلة كبرى. عندما يظهر أناس يعني متلثمون كأبو عبادة أبو عبيدة ويحملون أعلام حماس وهي منظمة مصنفة إرهابيا في الولايات المتحدة ويصرخون في الشوارع بهذه الطريقة، خصوصا في ولاية نيويورك ومدينة يعني في منطقة تعرضت لأحداث 11 من سبتمبر ليس من وقت طويل. أستاذ حازم، خليني أسألك سؤال واضح جدا، ما تعليقك على ما ذكره ترامب من أن ما حدث في جامعة كولومبيا هو خطأ؟ هذا رأي ترامب. ترامب يعني في مرحلة انتخابية سيكون له آراء ليس فقط متعددة لكن متناقضة مع نفسها. لا يعني نحن ندعم جهاز الأمن وجهاز الشرطة في مدينة نيويورك الذي اتخذ قرار صعب لحماية أمن ليس فقط يعني الطلاب لكن المتظاهرين أنفسهم، لأنه بدأ هناك أعمال شغب من المتظاهرين والمظاهرات. أستاذ حازم، هل تتفق مع مايك جونسون بضرورة سحب التمويل من هذه الجامعات؟ التلويح بسحب التمويل إلى أي مدى تعتبر أنه منطقي أو يتناسب مع فكرتنا عن أمريكا الحرية والديمقراطية؟ سؤال جيد سيد الكريم. كما قلت هذه مرحلة انتخابية، ما يقوله ترامب وما يقوله أعضاء في مجلس الشيوخ هم يعني ده رئيس مجلس النواب تمام، على بعد أشهر من انتخاباته، هذه انتخابات كل سنتين للنواب في الولايات المتحدة، سأسمع إذا أردت أن أسمع رأي أحد سأسمع رأي إدارة الجامعة والشرطة التي هي تتعامل مع الموضوع بشكل مباشر، ليس رأي لا ترامب أينما كان في فلوريدا ولا مايك جونسون عندي في واشنطن. هناك أشخاص تتعامل مع الموضوع. وتعقيب بسيط سريع جدا، يعني هذه الجالية الأوكرانية عندما منع السلاح عن أوكرانيا وكانت أوكرانيا على شفير الانهيار عسكريا بسبب توقف حزمات الدعم الأمريكي، لم ينتشر الأوكرانيون في شوارع الأمريكية، لم يغلقوا المدارس والجامعات والجسور، قاموا بالفعل بالضغط السياسي بشكل ناجح وحصلوا على ما يريدون. طيب ليس كل وده كلام محترم جدا ده كلام محترم، خليني أوجهه للأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، الأوكرانيين فعلا يعني لما عندهم كانوا على شفير الانهيار لم يقوموا بمظاهرات احتجاج ومخيمات في ساحات الجامعات، ولكن ضغطوا ضغط سياسي. يعني هذا كلام فارغ لسبب بسيط جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي بطبيعة الحال
تدعم أوكرانيا، والخلافات كانت خلافات تفصيلية. أما الولايات المتحدة لا تدعم إبادة جماعية في أوكرانيا، الولايات المتحدة تدعم إبادة جماعية في غزة. الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من السياسيين يأخذون أموال دافع الضرائب، وأنا دافع ضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية، يأخذون دافع أموال دافع الضرائب في ظل تضخم كبير ربما كان غير مسبوق منذ 40 عاما، ويعطونها إلى دولة أجنبية تقوم باحتلال الأرض بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وترفض أن يكون أصلا الفلسطينيين دولة ناهيك عن تسميتهم بالحيوانات أو معاملتهم معاملة الحيوانات عزك الله. وبالتالي يعني هذه مقارنة يعني غير منطقية وغير واقعية على الإطلاق. ثانيا، أنا لا أقول رأيي الشخصي، هذه آلاف من الطلاب في على مستوى أمريكا، هناك أساتذة جامعات حصل فيها كثير ممن التحقوا بها على جائزة نوبل، وبالتالي هذا ليس رأي فردي. الأمر الآخر، الشرطة قالت بنفسها أنها لم تكن لتذهب إلى حرم جامعة كولومبيا إلا باستدعاء رئيسة الجامعة، ورئيسة الجامعة ما تقوم به هو أمر مخالف للتعديل الأول في الدستور الأمريكي الفيرست أميدمنت المتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع والاعتصام السلمي. وبالتالي ما قام به الطلاب لم يؤذي أحدا، لم يتعرض به أحدا، وبالتالي أنا أقول وقائع. هو يقول كلام مرسل، يقول أنا رأيي مخالف لكل فرد آخر، هذا ليس صحيحا، هذا ليس رأيي الشخصي، هذا رأي آلاف الطلاب، هذا رأي مئات أعضاء هيئة التدريس، هذا رأي من صوتوا كانوا في بنسلفانيا منذ يومين. كان هناك انتخابات داخل الحزب الديمقراطي، انتخابات تكميلية ما بين ديمقراطية تقدمية مساندة لوقف إطلاق النار في غزة، وقف فور إطلاق النار في غزة، وأخرى ممولة من إيباك. الممولة من إيباك خسرت، هذا كان يعني في وهو تصويت، هذه ليست مظاهرة، هذا فعل سياسي طبيعي تم التصويت لها. جورج جالوي في بريطانيا فاز على خلفية مساندته إلى غزة. وبالتالي هذه المظاهرة هي التي تسمع صوت الفلسطينيين في العالم، بينما قتل أكثر من 35 ألف، 70% بوفق الأرقام الرسمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، 70% منهم من النساء والأطفال. ماذا يمكن أن ننتظر حتى يتم رفع أصوات الناس ويقولون كفوا عن إرسال الأسلحة ولا سيما الأسلحة الهجومية؟ بيرني ساندرز كان ضد مشروع القرار الخاص بالتمويل، وبالتالي هذا حق للناس للتعبير، لأن ليس من المطلوب من الناس أن يموتوا كمدا. هناك كثيرون من الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية لهم امتدادات جغرافية وعائلية موجودة داخل غزة، لا أقول حتى فلسطين والضفة الغربية، بل أيضا داخل غزة. وبالتالي كل ما يريده ضيفك هو أن يتم وفق تعامل الدكتاتوريات العربية، الجميع يسكت، الجميع يسمع كلام السلطة التي تقولها، ما تقوله السلطة، لا أحد يقوم بأي نوع من أنواع الأفعال السلمية. لم يؤذي أحد أي يهودي، لم يتعرض أحد، بالعكس وصلت. بس عشان الوقت بيجري مني أروح لأستاذ حازم. أستاذ حازم، اعتقال طلبة، دخول كليات الشرطة سواء مترجلة أو بالخيل، التلويح بعدم تمويل هذه الجامعات، وفعلا مليونير كرافت سحب جزء من التمويل، وأيضا اعتقال أساتذة أو زي البروفيسيرة في جامعة إيموري، أيضا التهديد والتلويح من مايك جونسون بأنه سيتدخل الحرس الوطني أو يجب أن يتدخل الحرس الوطني. هذه المظاهر، ما الفرق بين أمريكا ودولة من دول العالم الثالث في التعامل بهذا الشكل؟ كما قلت سيدي الكريم، أولا موضوع الشرطة أتت عبر تحقيق، طبعا كما قال ضيفك عبر دعوة من إدارة الجامعة، لم تأتي فجأة. وعندما رأت ما يحصل في الجامعة اتخذ قرار أنه يجب إيقاف هذه العملية لحفظ الأمن والسلامة. هذا ما حصل، هذا كله ضمن القانون، وأي شرطي يعتقل أي ما أنا بسألك على باقي الإجراءات يا أستاذ حازم، باقي الإجراءات، التلويح بقطع الدعم، الاعتقال، التلويح بدخول أو تدخل الحرس الوطني، ما هو الفارق بين أمريكا ودولة من العالم الثالث؟ يوجد مزايدات، يعني لا يوجد هناك وضع أمني يعني يحتاج إلى حرس وطني أو غير وطني. يا سيدي فاضل، ممكن المزايدات دي، أستاذ حازم، المزايدات دي ممكن تبقى مني أو منك أو من عضو حزب، لكن أن يكون هذا الخطاب على لسان رئيس مجلس النواب، هو رجل مسؤول، هو عضو حزب وأكثر عضو حزب فاعل، بس هو رجل مسؤول يعني ما يقوله مجلس النواب. سيد كريم، مثل كما قلت، يعني لنبتعد عن العملية السياسية وتصريحات سياسية، نركز على الولاية، هذه أمور ولاية،
في نهاية المطاف حتى الحرس الوطني هو تابع للولاية، ليس في حرس فدرالي، هو جيش الحرس الوطني هو جيش الولاية نفسها. هذا قرار الوالي أو الجوفرنر التابع لنيويورك، حاكم ولم حاكم وشكرا، ولم يتخذ هذا هكذا قرار. فالشق الثالث من سؤالك موضوع التمويل والهبات التي تعطى، الهبات هي شيء خياري. أنا إذا أريد أن أعطي هبة لأحد أو أمنعها عن أحد هذا خياري، ولكل فعل سيد الكريم ردة فعل. عندما يكون هناك هذه المغالاة في التظاهر سيكون هناك مغالاة في ردة الفعل، هذا طبيعي جدا. يعني أنت تحمل الطلبة نتائج هذه المظاهرات عليهم؟ كانوا يستطيعون التظاهر بطريقة مختلفة جدا، إرسال رسالة مختلفة جدا والنجاح في رسالتهم. هؤلاء كما قلت يعني اتهمني ضيفك بشكل سخيف جدا أنني مناصر للقضية الإسرائيل، هذا غير مقبول. أنا مناصر لإسرائيل. أنا لا 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 أنا أقول أنك مناصر. خليه كمل يا عبد الرحمن، خليه عبد الرحمن، عبد الرحمن خليه كمل، خليه كمل، خليه كمل، تفضل. مناصر للشعب الفلسطيني ومناصر لإسرائيل، وأنا مواطن أمريكي في نهاية المطاف. لا يمكن. على فكرة هذه الأشياء، على فكرة توماس فريدمان سأل السؤال ده، كيف تكون مناصرا لفلسطين وللشعب الإسرائيلي في نفس الوقت؟ هذا دور، أنا دبلوماسي سابق أمريكي، هذا دور الدبلوماسي سيدي. صحيح. لا يجب أن يكون هناك يعني أنا أتي بأجندات، وأنا أريد الحل منطقي وسلمي يحفظ حياة وأمن الطرفين، هذا ما أريد. أنت كنت طالب في جامعة إيه أستاذ حازم؟ ميسن جي ام يو. كان في مظاهرات في الجامعة وقتك؟ في الآن موجودة في كل الجامعات هناك مظاهرات. جامعتك الآن ميسن. الآن ما موقفها من هذه القضية؟ لا يوجد موقف لجامعة سيد الكريم. للطلبة، للطلبة أقصد الطلبة. الطلبة هناك كمية كبيرة من الطلبة يعني تتظاهر وتدعم القضية الفلسطينية. هناك طلبة الكمية العظمى ليس لهم لا ناقة ولا جمل في هذه القضية، يريدون الذهاب إلى الجامعة الحصول على الشهادة ثم التوظف، وهذه هي المشكلة. يعني هذه المجموعة إن كان 1000 أو 2000 شخص يعطلون حياة الآلاف الآخرين الذين لا يريدون، لا يمكن إجبار هؤلاء على تغيير حياتهم اليومية لمناصرة قضية قد يريدون مناصرتها بطرق أخرى أو لا يريد أن يكونوا لهم دخل فيها. طيب ويعني هذا يذكر سألتي عن جامعتي. وصلت وجهة نظرك. أنا أسف. أوائل حرب العراق. بعتذر لك أستاذ حازم، أنا وصلت وجهة نظرك ومن حق الأستاذ عبد الرحمن يعقب، ولكن مع احترامنا للضيف. إذا نعم 30 ثانية فقط، الأستاذ حازم يقدم وصلة من المغالطات المنطقية، كيف تساند الظالم والمظلوم؟ إسرائيل المعتدية، إسرائيل وفق قانون، وفق قرارات الأمم المتحدة ووفق القانون الدولي إسرائيل دولة احتلال، كيف أنصر إسرائيل؟ لم يرفع أحد في صوته في المظاهرات ويطالب بقتل الإسرائيليين المدنيين أو يطالب بالقائم في البحر، لا يوجد كل هذه الأمور، وبالتالي هو يطرح صورة متوهمة أو متخيلة غير موجودة. أنا لا يمكن عقليا ومنطقيا وأخلاقيا أن أساند النظام الإسرائيلي أو أساند الإسرائيليين الذين يوافقون على الحصار على غزة أو الذين يوافقون على استخدام أسلحة محرمة دوليا في الاعتداء على المدنيين، كيف أؤيد الإسرائيليين في هذا الأمر؟ وبالتالي هو يخلط ما بين عنف متوهم في ذهنه وبين مظاهرات تطالب بوضوح وقف إطلاق النار، وضع ضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي كما فعل مع جنوب أفريقيا من جامعة كولومبيا نفسها في بداية التسعينات كدولة الفصل العنصري، حينما أنهت جامعة كولومبيا كل التعاملات الأكاديمية مع جنوب أفريقيا وقطعت العلاقات معها بسبب مسألة الفصل العنصري، وإسرائيل أنهى دولة فصل عنصري وفقا لهومان رايتس ووتش ووفقا لكل المؤسسات الدولية تقوم بعملية تجويع. كيف يمكن أن أساند شخص يقوم بعملية التجويع؟ وبالتالي هو يخلط ما بين الهتاف من أجل الحق ضد الظالم وما بين الحديث عن قتل مدنيين لم يقله أحد، لم يطالب أحد بأي من هؤلاء. كل من يتحدث يتحدث عن حل دولتين على حدود 97، إذن إسرائيل موجودة، لم يتحدث أحد عن إزالة إسرائيل. وبالتالي هذه هي المزايدة الضمنية في الكلام مع وصل من المغالطات المنطقية تفترض أشياء لم تقل. أنا لم أقل أنك مؤيدا لإسرائيل، فلتكن مؤيدا لإسرائيل إذا كنت ترى أن هذه سبة لماذا تعترض عليها. أنا شخصيا مؤيد إلى حقوق الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأؤمن بأن يكون للفلسطينيين
حطوا في هذه الأرض. وأنا سألت سؤال نقطة أخيرة، سألت سؤال للسيد ماثيو ميلر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية منذ ما يقرب من شهر أو شهر ونصف، وقلت له لماذا لا يأخذ الفلسطينيين حق المواطنة الكاملة كما أخذ المواطنين الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية الإنديجينس بيبول حق المواطنة الكاملة على أساس فكرة الدولة الواحدة؟ قال لا يمكن أن نخرجهم من أماكنهم. وبالتالي كان رد يعني هزلي، لم يستطع الرد. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يعطوا الفلسطينيين حقوقهم. في هذا السياق هل يمكن أن أقول أنني مع حق الطرفين؟ وصلت وجهة نظرك أستاذ عبد الرحمن. الفلسطيني حقه أولا، ثم بعد ذلك أن أتحدث عن أي شيء آخر. وصلت أستاذ حازم، يعني مطلوب من حضرتك تعليق أخير، يعني هقرأ على حضرتك بعض الأخبار اللي هي ضد كلام حضرتك تماما. يعني مثلا أول خبر عندنا إن نيويورك تايمز قالت إن رئيسة جامعة كولومبيا اعترفت بخطأ قرار استدعاء الشرطة، وحضرتك قلت إنه ده كان قرار كويس لأنهم يعطلوا العملية الدراسية. الخبر اللي بعده دعم لأجسام كولومبيا أستاذة متعاونة تعلن استقالتها وطلاب هارفرد وأويل يتظاهرون. مش ده اللي عايزك تعلق عليه. اللي بعده ولا ده إكسيوس الغليان يعم الجامعات وجامعة كولومبيا تحديدا أصبحت مقصدا لأعضاء في الكونجرس. اللي بعده العفو الدولية تدين قمع الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في جامعات أمريكا. دوين يتظاهرون. مش ده اللي عايزك تعال عليه. اللي بعده ولا ده. إكسيوس الغليان يعم الجامعات وجامعة كولومبيا تحديدا أصبحت مقصدا لأعضاء في الكونجرس. اللي بعده العفو الدولية تدين قمع الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في جامعات أمريكا. إذن اعترفت زي ما قال أستاذ عبد الرحمن يا أستاذ حازم، اعترفت رئيس الجامعة بأنه خطأ، استدعاء الشرطة كان خطأ، العفو الدولية تدين قمع الطلبة، ومع ذلك حضرتك بتقول لي هنا أنهم كانوا بيعطلوا وبالتالي من حق الشرطة أنها تعتقلهم. كيف يعني تعلق على منظمة العفو الدولية ويعتقد أنها منظمة ليست فلسطينية؟ أولا يعني نفند الأسئلة، أسئلة عديدة. موضوع رئيسة الجامعة طبعا تتعرض اليوم، وهذا يعرفه الجميع، أن تتعرض لمضايقات وتهديدات مباشرة، تهديدات بالحياة مباشرة الآن عبر السوشيال ميديا. يعني إذا فتحت الفيسبوك أو التويتر ترى كيف الناس تهددها بشكل شخصي. الآن يوجد مشكلة هنا، يعني لا يمكن أن ننفي وجود مشكلة، لكن التسييس الحاصل اليوم في الشارع يؤدي إلى هذا النوع من ردات الفعل، إن كانت مخطئة أو إن كانت لماذا صائمة. في رأيك لماذا في رأيك أستاذ حازم، لماذا في رأيك أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال الطلبة إذا كانوا مخطئين؟ سيدي الكريم، هناك يعني عملية قضائية لأي أحد اعتقل في الولايات المتحدة. هذا يعتقل، يعرض على قاضي، القاضي يقرر إذا كان اعتقاله خطأ أو لا. ليس منظمة أنت العفو أنت الدولية. ذكرت دلوقتي قلت إن اعتقالهم صح، أن عملوا منشآت، حضرتك ذكرت أكثر من حاجة. هذه أقول هذه التهم الموجهة لهم، أنا لست قاضي لأقرر الصح والخطأ في نهاية عملية قضائية. قلت هذه هي العملية التي تجري فيها الأمور، تستدعى الشرطة، تحقق الشرطة، تتخذ الشرطة قرار، ثم المحكمة هي التي تقوم بالحكم أو التبرير. وما تعليقك على اليهود اللي قالوا ما تعليقك على اليهود في الأخبار اللي قالوا إنهم مع المتظاهرات في الأخبار دلوقتي؟ أهو طلاب يهود بجامعة كولومبيا، مظاهرات دعم فلسطين ليست معادلة للسامية. سيدي يعني شخص له ديانة معينة لا أعتقد ما يجعله شيء سحري، ويمكن أن يسمح أو يمنع عملية كما قلت قضائية قانونية أمنية. هناك يهود ضد يهود، مع مسلمون ضد مسلمون، مزبوط. مع لا، الموضوع ليس موضوع ديني. ما انا بناقش حضرتك يا فندم، المظاهرات ليس مكتوبه في الكتب السماوية. لا ما حدش بناقش الدين خالص في الموضوع حضرتك، اللي لو لوحت بهذه التهمه بان المتظاهرين اعتدوا على ناس من جنسيه ودي او يعني من ديانه تانية، فاحنا حتى اليهود هنا بيقولوا انه ما كانتش هذه المظاهرات ما كانتش ضد الساميه. أعتقد يعني لما لا أعرف إذا شرحت الموضوع بشكل صحيح، لكن هناك كان مظاهرات ومظاهرات معادية يعني مضادة لهذه المظاهرات. هناك مظاهرات كانت تدعم إسرائيل وتدعم يعني حقوق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعودة الرهائن الإسرائيليين، وحصلت هناك مشادات بين هذه المجموعتين. هذا ما قصدته أنا، وهذا أدى إلى تحقيق من الشرطة قبل بكثير ما تستدعي
رئيسة الجامعة الشرطة، يعني الموضوع الشرطة ليست هذه المرة الأولى التي تذهب بها إلى الجامعة، وكان هناك عمليا من أتى بالشرطة للمرة الأولى هم المتظاهرون المناصرون القضية الفلسطينية الذين ادعوا على المتظاهرين المضادين لهم أنهم ألقوا عليهم غازات سامة. فيعني هنا بدأت عملية لابد أن دخول أتحقق من الشرطة. صحة هذا الكلام ده من أستاذ عبد الرحمن، لكن خليني أكرر شكر لحضرتك الأستاذ حازم الغبر المستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. شكرا يا فندم. أستاذ عبد الرحمن، تعليقك الأخير. يعني كان هناك طلاب يحملون الجنسية الإسرائيلية وكانوا سابقا في الجيش، قاموا بإلقاء رذاذ سام، وبطبيعة الحال حرر الطلاب ريبورت أو محضر، لكنهم لم يستدعوا الشرطة من أجل فض شيء. أنت اعتديت علي. بقول لك يا عبد الرحمن، معلش أنا آسف جدا، عندي حاجة بس نسيت أسأل أستاذ حازم فيها. تفضل. هو انت مراسل تلفزيوني يعني وخبره قديمه قوي، انا لاحظت والمخرج لاحظ ان الاستاذ حازم حاطط اير بيس في ودنه، هل طبيعي ان الواحد يبقى قاعد في لقاء تلفزيوني حاطط اير بيس في ودنه؟ ربما يملك أداة معينة أو ميكروفون لا بطريقة انا معينة. لاحظت حتى هو بيسلم دلوقتي وبيخرج لاحظت ان في اير بيس في ودنه. ربما تكون السماعات، أنا لم لا لا ألاحظ. لا لا اير بيس، اير بيس زي ده كده. البيز هل عدى عليك حاجة؟ في من المنزل، لا يعني انا في من المنزل لدي سماعات اذا احتجت ان اضعها، يعني سماعات لا سماعات الايربود دي والحاجات دي تمام، لكن نعم لكن ايربيز من المنزل لم يصادفني قبل ذلك صراحة. انا المخرج لاحظها من شوية وانا ما خدتش بالي، وبعدين انا لاحظتها وهو خارج الايربيز كده في ودنه. يجب أن يسأل هو في هذا. ما أنا نسيت أسأله، معلش معلش، عشان كده بس قلت أنت خبرة في الإعلام التلفزيوني ممكن يكون عندك تفسير ليها، يعني اتفضل. نعم، فللأسف الأستاذ حازم يخلط بين الأمرين. السيدة نعمت استدعت الشرطة من أجل إلقاء القبض على أشخاص معتصمون بشكل سلمي لم يقوموا بالاعتداء، لم يحرر ضدهم أحد أي محضر بإتلاف أي شيء، لم يمنع أحد أي طالب من الذهاب إلى الجامعة، وبالتالي حينما يقول يعطل العملية التعليمية هذه كلمة غامضة، يعني كيف عطلها؟ هل منع أحد من الذهاب؟ لا. هل هدد أحد بشخصه أو بعينه؟ لا. هل هتف هتافات تطالب بعنف؟ لا. فعندما نناقش أي شيء يجب أن هناك يكون وقائع تفصيلية. الكلام المرسل العام الغرض منه هو خلط الأمور ثم مساواة كل شيء بأي شيء ثم ينفض السامر. علينا ألا نقبل هذه الطريقة في المناقشة لأنها طريقة تضليلية، وبالتالي فيها مخالفة للمنطق وفيها مخالفة لأسس الحوار أو النقاش أو الجدل العلمي. وبالتالي الواقعة التي ذكرها حصلت وهي تثبت أن هؤلاء الطلاب سلميين وتم الاعتداء عليهم، وحينما تم الاعتداء عليهم تعرفوا على الشخصان اللذان قام بهذا الفعل وحرروا محضر أو حرروا ريبورت لأنهم اعتدوا عليهم بغازات يستخدمها الجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تسبب القيء والإسهال والغثيان، وبالتالي هم استخدموا هذه المادة وفعلا وجدوا أنهما يحملان الجنسية الإسرائيلية وكان سابقا في الجيش وهما كان في منحة دراسية أو في بعثة دراسية، وبالتالي هذا يثبت أن هؤلاء الطلاب هم من يحتاجون الحماية ولسنا في حاجة إلى الحماية منهم. كما قلت للأسف منهج الأستاذ حازم في النقاش في خلط الأمور، عدم ذكر أي مواقف تفصيلية، يعني وضع كلام في غير سياقه كالمقارنة بين الأوكرانيين والفلسطينيين. وصلت وأنا تركته الحقيقة يقول رأيه للآخر، ويعني احترمنا أن يكون رأيه، لكن حقنا أن نعقب ونقول للمشاهد أن هذا غير منطقي بالأدلة. بالضبط، وده كان دورك معنا، وده اللي بنشكرك عليه على وجودك معنا وعلى دورك في تصحيح بعض المعلومات التي ذكرها الضيف الأستاذ الفاضل حازم غبرة. أستاذ عبد الرحمن يوسف الصحفي من واشنطن، بشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا. ده كانت نهاية الفقرة، وشفنا الرأي والرأي الآخر، وإحنا الحقيقة يعني قلنا اللي عندنا، والأستاذ عبد الرحمن رد رائع ووافي، ونتمنى نكون ألقينا الضوء على ما يحدث في الجامعات الأمريكية، وهنتابعه مع حضراتكم.